انت الخطه. طيب مين هيذاكر معاك؟ هيذاكر معايا فلان. ما جاش تخسرها. بص الخطه خطه في منتهى الذكاء يا فندم. لا انت عمود الخطه دي مش غيرك. هو جه لك يا صديق ما جاش ما لحقش بيك خلاص. الموضوع ده انت المسؤول عنه. اذا بطأت خطه فكن انت عمودها. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال اينقص الدين وانا ايه؟ وانا حي. فوهب خطته لنفسه. الدين ده بتاعي انا والناس كلها تابعه لي. انا محمد عبد البديع منبر سوشيال ميديا في انوار رساله المعادي. النهارده بكلمكم عن ايفنت اثر الصحابه. احنا عملنا الايفنت دوت ليه ما عملناهوش بطريقه الايفنتات المعموله حاليا؟ حبينا ان احنا نعمل شيء جديد في الوقت الحالي، وهو ان احنا نسقط مهارات الصحابه وحياتهم كلها على واقعنا الحالي. الصحابه كانوا بيعرفوا يخططوا، كانوا بيعرفوا يقودوا، كانوا بيعرفوا ينظموا وقتهم. حاولنا ان احنا نجمع كل المهارات ديت ونعمل لها اسقاط على وقتنا الحالي. الايفنت دوت احنا بنتارجت فيه طبعا كل الشباب وكل الناس الكبيره. في الوقت الحالي بنلاقي ناس كتيره بتعمل برضو عادات واخلاقيات ما بقتش يعني ما كانتش موجوده زمان، فبنحاول ان احنا نحيي هذه العادات وهذه التقاليد وهذه الاخلاق علشان ان شاء الله تكون فينا. كنت سعيد ان انا معاكم. يا رب تستفيدوا دايما من الايفنتات اللي احنا بنعملها، وان شاء الله انتظروا حاجات جديده من انوار رساله المعادي.